منى عدل؟ نعم. منى، مكتوب عندي انك دشيتي الشهر التاسع من كم يوم. عدل. انزين اتفضل هني، خلينا نشوف البيبي على السلامة. البيبي زين، ما في شيء. انا مو جاية عشان البيبي، جاية عشانك. خير؟ شلون اقدر اساعدك؟ دكتورة، انا ادري انك انسانة وايد زينة، وادري ايش فيك؟ مولك. تدري شو يعني اكرهك؟ لازم يموت مو البيبي، لازم انت اللي تموتين. لحقوا علي. انتي انتي لازم تموتين. انتي انتي موتي. وخر عيني وخر. لو سمحت لو سمحت اطلع برا دلوقتي. سوالك شيء المينون؟ اخي يذبحني، اخي يذبحني. نبيله يقول لي انا ذبحت ولدي. يقول لي ان البيبي بخير؟ ها؟ البيبي ما في شيء صح؟ قولي لي بلبل الولد ما في شيء صح؟ نجل حبيبتي، قدر الله وما شاء فعل. للأسف إن الحمل ما كمل، بس المهم أنت بخير، هذا أهم شيء، أنت بخير. لا بلبل، قولي إن بيبي بخير، قولي إنه ما راح، قولي إن البيبي موجود ما راح. تكفين بلبل، قولي إن البيبي موجود. الله يعوضكم خير حبيبتي. لا 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 بلبل، لا بيبي ما في شيء. قولي تكفين نبيلي، قولي إن البيبي موجود. ولدي. حسرتي، ايش صار؟ ماتت والله ولا فعل شنو ماتت. لا البيبي اللي مات الله يعوضها خير. المهم هي شلون هالحين؟ طمنينا. هي زينة الحمد لله، بس تقريبا كانت عملية ولادة. يا ربي يا رب، مش هالقرادة اللي احنا فيها. كل ما قلنا الدنيا ضحكت لنا، ردينا على الألم والتعب. حسرتي تحيلي هالنجلة حبيبتي، شوف أنا رأينها طلع منار. بس حبيبتي بس الحال صعب ندوي. بس أدري حبيبتي أدري. يا الله هاي صار، طمنينا. جولي بخير خالتي، الحمد لله انكتب لها عمر جديد. الحمد لله يا ربي. بس شنو؟ ما راح تقدر تمشي للأسف. الإصابة جت على المخ، المخ أثر على الأعصاب، وأنتوا تدرون أن الأعصاب هي اللي تتحكم في حركة الجسم والأعضاء. ولدي راح، ولدي راح. خالي خالي خالي، ارفعي ارفعي ارفعي. ما عندي سستر.